مقلب ولي ما يا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه جيب تضيفك يا حافظ رايدة عزمة تجريب ودجاج طبخيتك دسمة جيب تضيفك يا حافظ رايدة عزمة تجريب ودجاج طبخيتك دسمة ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا وخلي الحراس تشينا وخلي الحراس تشينا قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد امه قل الشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه صحيح صحيح يا بعد امه مقلب مقلب انت كل مرضي امون عليك امون عليك يا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه من مال الحرام الرشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها من مال الحرام الرشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها ومن قد تفر الهبة صارت لا مصيبة ومن قد تفر الهبة ضيف صارت لا مصيبة الكينا انحط بريبة الكينا انحط بريبة قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه رمضان كريم عليكم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقتنا من برنامج مقلب وليمة، اليوم تعب تعب حقيقة تعب والدنيا حارة، واليوم ضيف حلقتنا لهذا اليوم لو تدرون من إيه يا أبويا أماني علاء أماني علاء أماني 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 شورط شوي أنا أماني أماني علاء اليوم ضيف حلقتنا أماني تعالي يا أماني ست اماني مرحبا مدام شلونك عيني شلون صحتك تفضلي 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 استريحي تفضلي تريحي تفضلي جوا جوا لا امكن لا استريحي انا وين قاعد فوق السطح اذا قعدتين يا الله يلا انت الخير والبركه الله بالخير قلبي شلونكم عيني شلون احوالكم زين ان شاء الله والله ماشي الحمد لله خير وبركه يعني رقضة والله نمشي من اللي هو اليوم لا أنا ما كاشان ما يكبر أنا كاشان أحسنت بس اليوم تعرف يعني هذا الموعد ضروري أنا بالنسبة لي ويعني أماني اليوم ملتزمة جدا بالموعد والرجل بعد منتظرينا إحنا تعرف الغايب أماني 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 لا ممثلة مسرح ممثلة مسرح ولو أنا وياك أماني يمكن مرتين ملتقين مو هو
هواية استاذ مشتغلين. اي مرتين يعني شوف المسرح شفتك. شكرا حبيبي شكرا لك. يعني ايه. والبارحه المدام ذكرتك سبحان الله. اهم شيء شايفني. اي مره مرتين من ايه. ايه. البارحه ثبرتنا بيش طبعا ايه. زوجة كلش احب اشوفك بالطبيعه. جيب لنا عصايه وفد ربع ساعه مرنا بعدين. اشوفك في التلفزيون اقول بس اريد اشوفها وصريت على استاذ حافظ والحمد لله. والحمد لله انه انا قلت لهم اليوم عندنا موعد انت اني اطلب فلوس. قالت له شوفه وروح حتى. اني اطلبهم فلوس واليوم احنا تعرفين عندنا موعد. فقلت لهم ان شاء الله نلتقي اليوم و... على طار الفلوس جبناها جبتوها بالطبيعه. فدوه 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 انطيني فلوسي الفلوس انا مو تعال الفلوس. وانا اللي عندي شنو. هلا وعمو هلا وحبيبي هلا وهلا وقلبي هلا. يلا يلا انت قوي بالسيلفي. اي يا الله شكرا. هلا وهلا ولا حسينا بالطريقه لا ابد. هذني اربع دفاتر ذني اربعه ذني بعد أربعة. هذه مال المناقصة اللي مال المناقصة اللي كملتها والخير عليك. الله يسلمك. طبعا أنا شكرك هواية. أنا تأمرني أقول لك هو الربح يجي رزق هذا يجي إن شاء الله الكل الكل تشتري. أنت وأنا وإن شاء الله. إن شاء الله. جاي هواي إن شاء الله. يوفقنا الله يوفقنا إن شاء الله. المناقصة صار السياسي. لا لا ما له علاقة بس هو الله أنا ذولا أتفائل من أشوفهم هذا رزق هم جاك. هاي ورقه وهاي ورقه دفعت بلي كريم مكرر. لا شغله شنو اجيب لك عصير استاذ تكون ورقه. انا من جيني رزق. لا لا انت شغلك راح يصير لنا ان شاء الله. ان شاء الله الله كريم ان شاء الله. هنا ابو كرار هذا حبيبي هذا المشروع بس هالمره لا تجرب ظهرك علي انا مثل كل مره نريدك تخلصها بسرعه. بسيطه بسيطه هذا كلها سهله هذا كلها سهله. اي وان شاء الله حتخلصنا بسرعه. مال بيروت لو مال شو اسمه لو مال تركيا. لا لا مال بيروت. مال بيروت إيه لأن أنا اتصلت بهم صراحة. إيه جلوه. اتصلت بهم إن شاء الله خير. يا إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. ويعني أنا بس أريد أخلص الإعلان مال الست. والله ست. ميلان. أنا حاضر ذا تربية. آه. شيء هاي. يا يا بيتصل بيه شو ما نخلي عصام. أبو الشركة. إيه مرخصتك عين. أبو الشركة جاني. يلا عيني مرخصتكم عين. أستاذ شنو الإعلان؟ والله لا مو جماعة الإعلان إحنا هذا شغل خاص بيننا وبين أستاذ حافظ. تجارة تجارة سمع حضرتكم أهل الإعلان اللي اتصل بي أستاذ حافظ ما غيركم. لا لا إحنا شغل خاص واحد إذا تحبين تتعاونين ويانا الصراحة إحنا حبينا من البارحة نشوفك على مول تتعاونين ويانا. الله يسلمك حبيبتي ما عندي مشكلة بس أماني 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 قبل وافقت وهذه وجاي على مود الإعلان خطية يعني متهيئة للموضوع أماني وقعت بالخطة أماني تلين 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 طلعي ترات تلين تلين طلع روحي جمونة يلا أماني روح الأماني روح هاي تاخذي لك مثل ذني وأكثر سيارة ستي عندك سيارة شو عندي سيارة صدق نعم طابقه برا شوف شنو السياره شوف غير لك اياها خاف تصقع عين. لا لا نجيب لك غير السياره ذا تردي يعني ست الفرش محصله من بس اني الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر محصله من هذا امور هاي امور ثانويه ما عادي ما بيها شيء جايه الخير خيرين ايه ما عندي مشكله حصلت دفتر بالفنوانج والله ليش حالي حصل دفتر حصل اكثر حسيت بدون هسه حافظ بدون ما شد حيله شال الاربع دفاتر. اي شنو قابل هو احسن منك هو حرامي؟ قابل احسن منك هو خلاه واحد احسن من واحد ماكو احسن من واحد ما في شيء. ان شاء الله خطيه هسه وصل وصل خطيه ابو الشركه وطبق سيارته هسه ان شاء الله دقائق ويصل. شنو انا على بالي هم الاعلان اقول شنو الاعلان؟ لا لا ما لهم علاقه بالاعلان شنو ايش بيها؟ لا قلت لك انا ما عرفتك عليهم يعني هو رجل اعمال وزوجته شلون؟ اشو تفيك هي هاي شنو هذا الحكي؟ شايف نفسها شو؟ ما ادري ايش فيه. ما مرتين طلعت على المسرح انه اعتبرت نفسها فنانة لا يعني ترى هذا الحكي انا ما قبله. لا شو احنا نريد نفيدها هسه احنا لا مال اني زميلتي او فنانه ما اسمح لاي واحد يتجاوز. احنا ما متجاوزين احنا صح اصدقاء ونشتغل بمشروع ما متجاوزين عليها احنا ما متجاوزين عليها. اذا لا مو زوجتك هسه تقول تخيل لا ما ادري هاي المفرده عيب. انا داري افيدك انا داري هاي عيب عيب هذا الحكي عيب هذا الحكي ترى هذا الحكي كلش عيب. انا ما شكو هي ترى تفيدك انا اريد افيدك. هو شنو الموضوع امانه؟ لا لا مش تدري تحكين صدق تشتغلين ويانا عادي ما فيها شيء. لا لا ما عم تحكي عدل. لا لا انا محترمتك دا احكي عدل. انت تحترمينها بس ما عليك. ليش بس ما عليك؟ رجل ما تعرفينه انت.
وش كان من تكون؟ منو انت يمه؟ بلا زحمة بلا زحمة بلا زحمة. انت منو؟ انت طلعت باعلان اعلانيا؟ اطلع اعلان اعلانين اطلع كومبارس انا دا اشتغل بشرف مو مثلك. لا شنو شغلنا احنا مو شرف؟ بلا زحمة 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 بلا زحمة. انت مو صوت انت مو صوت احنا صوتنا نريد تيجي لا ضربين لا ضربين لا ضربين لا ضربين مطعم اماني 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 يلا عيني يلا 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 عيني يلا 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 اماني ما يصير انت وياي اماني شي اطلع من يلا احترم نفسك مطعم اماني احترم نفسك يلا 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 تفضل 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 ما اسمع لك تتجاوز على الفنانة شافت له لا وجوههم مال فقر تتباكى يحكون بالشداد صوتك تحكي كذب تعلين صوتك وانا قاعد هنا ما يصير هيك ما يصير هيك تتجاوزين ما يصير ما سمعتهم شلون يحكون شو هالشباب ما يخالف هسه قال لك فهمي قل لي شنو الشغل هسه دحكي طبيعي يابا شنو الشغل انت شلون هيك بيها يابا الرجال ده يتصل بينا ده يتصل بينا بس دقيقه دقيقه ده يتصل بينا زين خلني اروح اجيبه واجي شوي اهدئي منها العالم خزيتينه صوتك انا اشتغلت وياك اعلان صوتك والله صوتك انا ضايجة ويدك على الخد. إيه شلون ما أضوج؟ كل صديقاتي عندهم منظفات الفتون من معمل الحورة. إيه بس أني. سهلة سهلة وروح وسهلة. راح أجيب لك زاهي الفتون وديتول الفتون أو عطر الفتون. ولا تنسى عباية الفتون وقاصر الفتون وجل الفتون. بعديد الفتون بس لا تنهوسين. هاي انواع الفتون لا تعوص بعد اليوم. اشكرك حبيبي هو هذا الانتاج الصحيح للعائله العراقيه. بعديد الفتون طبعا اماني وقعت بالموضوع ما دام بسطتهم يعني اماني خلاص روح لها روحوا لها روح روح يلا روح اي نعم روح اخذها روح لها اي والله روح بعد بيتي روح روح عطها عطها كل صديقي عطها غير تحت قلبي شكله جاي يمي روح 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 مش 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 روح طبعاً أعزائي المشاهدين يعني أماني أول ما خبرتها يعني ما هم صادقين إيه والله أماني أشتغل إعلان قاعدة ما عندي بس من جدي حركتي ويا العالة عاد بتروح بالغرفة شنو ما أقدر أفتحها ليش شنو لا لا مو رخصتك عندنا إجراءات بيها بلا زحمة قلت لك ليش تجي ما لك من هاي الجنطة ما من هاي الجنطة جاوبيني والكينان مالت من؟ مال استاذ حافظ يا حافظ حافظ العيبي عن الممثل يعني؟ ايه وشايتها يمش جنطة وراح بس يسوي تليفون ويرجع ليش اكو مشكلة؟ هاك شو فيها بس لحظة انت من حضرتك؟ انا حرس فندقي مزورة مزورة هذه الفلوس مزورة وشايتها يمش شنو؟ حشيش عليها انت غير جيقك حشيش شنو؟ غير جيقك استاذ حافظ موجود لا انت فنانة ومحترمة اي مو انت ما ادري شلون ده تحكي يا عيني يا استاذ الله يسمك هسا وين هو حافظ العيب وين هسا ده يجي هسا بس يسوي تليفون روح شوف لي يا عم من نداع الكل ست هذه الفلوس مزورة
شنو المشكلة؟ المشكلة انه عندك على الطاولة مالتك. اه؟ اي؟ شنو؟ انت شنو يعني مثلا جايك ابلاغ هنا لو شنو؟ شلون هيك عجيب؟ تبلع عليك؟ لا لا عفوا مو تبلع عليك بس ما اعرف شنو الموضوع. الموضوع انه هاي فلوس مزورة عندك على الطاولة مالتك. بشرني 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 شلونها أماني ريري بشرني بشرني شلونها أماني دزوك علي منو دزك أماني دزتك أماني ريري ريري أماني قلها ما لقيت حافظ ما شفت حافظ ما شفت أنت ما شفت أقول لك شفت حافظ لا وأنت أنا ما شفت حافظ أنا ما شفت روح لك قلت لك طيب أماني أنا للموت ما ترضى ناش عيني ألو ألو الو ماكو مدى يجاوب ما تفضلوا لا دفتح تفضلوا وين تفضلوا وين تفضلوا على اساس رجاء احنا قاعدين بمكان محترم وما قد اي صوت يطلع عندك تصريح عندك فتشي مخول بشي انت تشوفني شوفني شوفني شوفنا ايش مدري ما سوى عصابه طابوين ايش مدري طبعا طبعا مشكول عصابه نجي هيك مكان محترم لا عاد الارهابي شكول ارهابي من يفجر نفسه هم الله اكبر وطقها لا شكول ارهابي ذاك الارهابي يختلف بشكل ايه دي شوفني لانه قدر من ساسه راسه اها اي والله تفضل هو القدر شلون تبين تفضل زحم عليك انت فنان ومحترم هذا مكان عام مطعم تفضل تفضل انا شو العلاقه تاعك؟ تفضل عزيز المدير هناك جاي لا تعلي صوتك لا تعلي صوتك تفضل عزيز لا تعلي صوتك يعني كل الادب وكل احترام دعك وياك تفضل عزيز راويني تخوير راويني تصريح راويني دنيا امي احنا ما من نشوفي شو ما تشوفي؟ لا والله ايش مدري اني ما انت مدفوع علي دفع تخطفني ايش مدري؟ غرفه المدير و وين غرفه المدير؟ تفضلي وياي تفضلي انا راح اشوف غرفه المدير تفضلي وجنطتك اهم شيء ليها بيدك هذه مو جنوبتي معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات مواد تنظيف وتعقيم بمواصفات حديثة خطوط إنتاجية حديثة لإنتاج أفضل وجودة عالية منتجاتنا حديثة وبمقاييس عالمية نحن نقدم الأفضل والأحدث معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات العراق بغداد للشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه الو اماني شلونك؟ الو طابوني اقول لك وين انت؟ شو رحت انا للمطعم انا وهذا الولد بالشركه ما لقيتك وين صرتي؟ ها انا
شنو؟ شنو؟ الفلوس وينها؟ الفلوس يمه ياتها. وانتو وين؟ انتو وين؟ ما ادري جايب لك اخذوني ما ادري. اماني خلي ولا اني شوفي ترى انا يعني هاي الامور مو علي معي اربع دفاتر اطلعهن من عين اشترى. انت وين رحتي؟ تستاهل على كيفك باوع. ايه؟ اجتني قالوا ما ادري شنو جنطه الا باع 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 اني ترى بايع ثلج وماي بارد فهمتي؟ عيني الفلوس اريدن اربع دفاتر باعي انا حتى بيتكم اندله فكافي مجاملات وعندنا شغل وهذا الرجال ابو الاعلان موجود عيب عليك عيب يعني هاي ثاني لقاء انا وياك تاخذين من عندي تبقين من عندي اربع دفاتر اماني؟ ها؟ منك اي وين الفلوس وينها؟ اربع دفاتر اريد من عندك وين انت؟ وين انت وين؟ خير وتدلع تعال هنا وخذهن. انت وين انت وين؟ انهزمت بيهن؟ قلبتي بيهن؟ قلبتي بسيط عمان انا رايح لك للبيت رايح لك الشقه مالتكم. انت وين وين انت وين؟ على كيفك؟ حبيبتي بس قولي هاي الفلوس مال حافظ شو تريد يعني انطيج؟ 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 خلينا نمشي الفلوس قولوا ما الحافظ بس يلا قولي لهم هاي الفلوس لحظه قولي لهم هاي ما الحافظ انت معليش ما لازم نعم انت بس قولي الفلوس ما الحافظ عندنا عندنا في طلب الحافظ حافظ اذا نروح بيها وين نروح حافظ اذا سجن يطلع بيت الشركات لا تروح حافظ اذا سجن يطلع احنا اذا سجن احنا ما نطلع احنا نروح بيها انت مالش غلط قول اذا اجوا قول ما الحافظ بس قولي هاي الفلوس ما الحافظ فلوس هذا فيه الفلوس شيلين اقول لك شيلين شنو يا عمو شنو شيلين شيلين الفلوس بيدك الزمين هذا فيه الفلوس الله يخليك الزمين بيدك عمو اطفي لا تصيحين لا تصيحين اقول لك ما عليه لا تصيحين قول هاي الفلوس مال حافظ لا مو مال حافظ طفيتي ترمي نفسك شو شو لازم تغرج سمعت ولا لا شو غلطين سمعتي الزمين الزمين بيدك قول مال حافظ الزمين بيدك قول مال حافظ لا مال حافظ وملاتك لا انتم ملاتكم لا ملاتكم لا ملاتكم لا مديني لا ملاتك هذا ملات الزمين الزمين بيدك اقول لك الزمين بيدك احترم نفسك الزمين بيدك تعينا تعينا قدي تعينا قدي تعينا قدي تعي مو ادمي الزمين نعم مو ادمي تقولي انت الفلوس مال حافظ وملاتك اصبر ما عليك تقولي سمعتي ولا لا مو ملاتي لا لا مو ملاتي تعي هنا تعي هنا تلاقي هنا تلاقي هنا تلاقي تعي هنا تعي هنا قول يا مرحبا حركة 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 صبري دب علينا فلوس مزورة فلوس مزورة وليك ها قومي يلا ماني يلا الجنطة اسكت اسكت امشي امشي اماني امشي 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 ليش هذا مقلب وقلب وليمة مقلب وليمة لا 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 يا قلبي لا لا يا يلا عيني يلا جسمين قوي يرجع يلا 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 ابو الاعلانات جاي ابو الاعلانات ابو الاعلانات جاي يقول راح نصور اعلان ابو الاعلانات يلا يسأل عليك ابو الاعلانات اصلا حتى اعلان ماكو تدرين حتى اعلان ماكو يلا 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 عدي شعريك ولا هذا ايش هذا مقلب وحتى اعلان ماكو يما بجد يما يما بجد يما طبعا اعزائي المشاهدين احنا والله همنا هو سعادتكم ومحبتكم ان احنا نقدم لكم كل ما يسركم ويسر عوائلكم ورمضان خيرات ومحبه ومسرات عليكم وعلى عوائلكم وعلى عراقنا وعلى ناسنا ويا رب تدوم السعاده في كل بيت عراقي اماني اليوم بكت لانه يعني قالوا لها هاي الفلوس يعني انت مصدقه صدقتي تعال نظمت انت تقول لها ثاني مره تبوقيني ليش قبل بايقت انت ما ادري انصدمت شفتي البرنامج هسه انت شنو احكي لنا
احكي لي اسمه مقلب وليمه. يا وليمه استاذ. وانت وليمه صرتي. انا سويت نقوزي. اليوم احنا من قناه الرشيد اكيد عندك حكايات تريد تقولها الى الجمهور ومن خلال شهر رمضان المبارك. جسمي يرجف ما ادري يرجف؟ ميزانيه وبنصير راد لك؟ اي. بس اقول رمضان كريم وان شاء الله يامن وامان على بلدنا الحبيب وان شاء الله يبعد عنا كل تزوير وكل مزور وكل حرامي. زين يا ربي ان شاء الله ايد وحده والسنه الجايه تكون علينا افضل واحسن يا رب. أحسنت الكلام. إذن أعزائي المشاهدين نتمنى الصحة والسلام على بيوت العراقيين والله يبعد عنا كل أصحاب السوء ويبقى مثل ما قالت أماني إن شاء الله لا مزورتشية ولا يدورن قمسيونات ولا أريد مالاتي ولا أذني كلهن ويبقى إن شاء الله القانون هو اللي يسود بلدنا العزيز العراق. نقول نلتقيكم غدا ان شاء الله وشكرا الى زميلتنا اماني. طبعا اعلان ماكو كذب ماكو اعلان ما عيني. نلتقيكم غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامجكم مقلب وليمه. مقلب وليمه وليمه يما 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 حافظه يما 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 آيا حافظ يمه آيا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه جيبت ضيفك يا حافظ رايد تعزمة تجريب ودجاج طبخيتك تسمى جيبت ضيفك يا حافظ رايد تعزمة تجريب ودجاج طبخيتك دسمة ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا وخلي الحراس تشينا وخلي الحراس تشينا قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد ما قل الشاقة يا بعد ما المقلب هذا يا بعد ما مقلب وليمة يا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه من مال الحرام رشوة جابها وعلى مزن طعام الهبة خلاها من مال